هنعمل سد الحنك اهو، دي سمنه على النار اهي، وادي دقيق الذره. وكده زي ما انتم شايفين حضراتكم بنزل باللوز بتاع المتقشر عشان يتحمر معاه اهو، عشان يتحمر معايا. وادي شويه الزبيب برضو عشان يتحمروا معايا. كاني بعمل بشاميل يا اولاد. زبده قد الدقيق او سمنه قد الدقيق، بس تقل شويه يعني، خليها تلت كيلو سمنه على نص كيلو دقيق ذره. 100 جرام لوز او سوداني او بندق، و100 جرام زبيب، وعندي كوبايتين سيرب اللي هو الشربات، وثلاث معالق او معلقتين ماء الزهر. ماء الزهر. عايزك تركز معايا والنبي، وحضرتكم تركزوا معايا، وشك بعيد اهو. لما نيجي نقلب بقى بيطلع نار بعد عنكم اهو، بصوا اهو، عشان كده بقول لك خلي وشك بعيد اهو. وادي شويه ماء الزهر، قرصه ملح صغيره عشان ابقى عيش وملح، عشان ده هيخلي سن الواحد نفسه تجزع شويه من كتر السكر اللي فيه والسمنه اللي فيه. كل ما تسيبيه على النار بيمسك معاكي.